مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صيني المال والأعمال. أنا بيلي وأحييكم من بكين. مع تنامي الأخضار السياسية والاقتصادية واشتداد الحمائية التجارية والتقلبات المالية، تحظى قيمة المجموعة العشرين لعام 2016 التي ستعقد في مدينة خانجو الصينية في أوائل سبتمبر باهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي، إذ من المتوقع أن تعمل على تعزيز التوافقات السياسية والاقتصادية وتدعيم الثقة المتبادلة. تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 باقتراح من وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وتضم هذه المجموعة أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم، وهي الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وقبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت مجموعة العشرين تعقد اجتماعاتها على مستوى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية فقط، لتبادل الآراء بشأن السياسات المالية والنقدية الدولية وإصلاح النظام المالي الدولي والتنمية الاقتصادية العالمية وغيرها من القضايا. لكنه بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة، ارتقت اجتماعات مجموعة العشرين إلى مستوى القمة لتعقد بحضورها رؤساء دول وحكومات وليس وزراء المالية فقط. في شهر نوفمبر من عام 2008 انعقدت القمة الأولى لمجموعة العشرين في واشنطن، لكنه القمة الثالثة التي عقدت في بيترسبرغ بالولايات المتحدة في سبتمبر عام 2008 أبرزت دور مجموعة العشرين كمنتدى رئيسي لتعاون الاقتصاد الدولي ونظام متقدم لإصلاح الإدارة الاقتصادية العالمية. وتضم مجموعة العشرين دولا متقدمة وأخرى نامية، يمثل عدد سكانها ثلثي سكان العالم، وتصل مساحتها الجغرافية إلى نحو 60% من مساحة العالم، فضلا عن أن ناتجها المحلي يشكل 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما يبلغ حجم تجارتها 80% من إجمالي التجارة العالمية. وإلى الآن عقدت مجموعة العشرين 10 قمم اتخذت خلالها سلسلة من القرارات الهامة التي اطلعت بدور محوري وفي مواجهة الأزمة المالية العالمية ودعم التعافي الاقتصادي العالمي وإصلاح النظام المالي والنقدي الدولي. وخلال القمة العاشرة التي عقدت في أنطاليا بتركيا العام الماضي، أعلنت الصين أنها ستستضيف القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين خلال يومي الرابع والخامس من سبتمبر عام 2016 بمدينة هانجزو الصينية. تعد الصين أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة العشرين، وعقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أصبحت الصين قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي. ووفقا للإحصاءات، فإن خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015 تجاوزت نسبة إسهام الصين في النمو الاقتصادي العالمي حاجز 25%، وبوصف الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تحظى الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين التي ستقام في مدينة هانجزو الصينية هذا العام باهتمام عالمي كبير. So China is no longer small, you know, just the emerging economy. China is a global leader. And that comes with the responsibility together. So with this G20, I think it's a good opportunity for China to show its intellectual leadership and how China is developed. But at the same time, this is an opportunity for China to show what China can contribute to the global economy. وتعقد الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين بمدينة هانجزو الصينية تحت شعار بناء اقتصاد عالمي ابتكاري ودينامي وتفاعلي وشامل. وتأمل الصين في التواصل إلى توافق للآراء بشأن أربعة مجالات رئيسية، هي التنمية الإبداعية وتحسين الإدارة الاقتصادية والمالية العالمية وتعزيز التجارة والاستثمارات الدولية ودفع التنمية الشاملة والمشتركة من أجل الارتقاء لتطلعات العالم. 聚焦世界经济面临的核心挑战和突出问题，与各方一道寻求共同方案，贡献中国智慧。
治标以求眼下求稳增长，治本以谋长远添动力。推动 G20 从危机应对机制向长效治理机制转型，引领世界经济增长和国际经济的合作方向。وبوصفها أكبر دولة نامية في العالم، فإن الصين تتحمل مسؤولية الحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية الأخرى وتوسيعها. وقد دعت الصين عددا من الدول النامية للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 بهانجو، وهو ما سيجعلها القمة التي يحضرها أكبر عدد من الدول النامية في تاريخ مجموعة الـ20. يواجه العالم العديد من التحديات في الوقت الراهن، إذ قد يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تنمية اقتصادية للتكتل. ويتباطأ نمو اقتصاد العالم بشكل كبير جراء انحسار نسبي التضخم وضعف الاستثمارات والتقلص معدلات الفائدة والتراجع التبادلات التجارية. وقامت منظمة التجارة العالمية بتعديل توقعاتها لنمو التجارة العالمية لتصل إلى 2.8% في عام 2016، وهي نسبة التي تتقارب مع مستويات العام الماضي، حيث ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بظلاله على معدلات أداء التجارة العالمية على مدار السنوات الثلاث الماضية. إن قيمة مجموعة الـ20 في خانجو هي أول قيمة للمجموعة تستضيفها أكبر دولة نامية في العالم، ومن المتوقع أن تتمحور حول مشكلات بارزة والتحديات الجوهرية يواجهها اقتصاد العالمي. الآن دعونا نعرض لحضراتكم أهم القضايا التي أدرجت على طاولة قمة مجموعة الـ20 خلال السنوات الأربع الماضية. قمة مجموعة الـ20 في لوس كابوس بالمكسيك ركزت على أوضاع اقتصادية العالمية وتحسين النظام المالي العالمي والشؤون التجارية وقضايا التوظيف. قمة مجموعة الـ20 في سان بطرسبرغ بروسيا ركزت على استقرار النمو الاقتصادي العالمي واستقرار المالي والتوظيف واستثمارات والتنمية المستدامة والتجارة العالمية. قمة مجموعة الـ20 في بريز بأستراليا ركزت على دفع النمو الاقتصادي والتجارة والطاقة والتوظيف. قمة مجموعة الـ20 في أنطاليا بتركيا ركزت على أوضاع اقتصادية العالمية واستراتيجية النمو الشامل والتوظيف والاستثمارات. وندرك من هذه البيانات أن قضايا الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوظيف والتجارة حاضرة دوما على طاولة قمة المجموعة الـ20. إذن ما القضايا التي ستتمحور حول قمة هانجو، وكيف سيواجه قادة هذه القمة فرصة والتحديات في ظل أوضاع سياسية واقتصادية الجديد؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا الكريم، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. مرحبا من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم يسرنا أن نستضيف في استوديو أستاذ الدسوقي عبد الحميد خبير الشؤون الاقتصادية لمناقشة معنا حول موضوع قمة مجموعة الـ20 التي ستعقد في مدينة هانجو. أهلا وسهلا أستاذ الدسوقي، مرحبا دائما في برنامجنا. وفي البداية هل يمكنكم أن تقدم لنا بعض خلفية موجزة عن قمة مجموعة الـ20؟ نعم، يعني إذا تحدثنا عن مجموعة الـ20 نستطيع أن نقول أن نشأة أو ولادة مجموعة الـ20 وتطورها إلى قمة الـ20 ارتبط بأزمتين ماليتين ضربتا العالم. الأولى هي الأزمة المالية الآسيوية التي ضربت العالم في التسعينات، يعني ساعتها يعني تنبه وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية كبرى خلال اجتماعهم في واشنطن عام 1999 إلى ضرورة يعني إدماج الدول الناشئة والاقتصادات الصاعدة في عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم. هذه الفكرة أدت إلى نشأة مجموعة الـ20. بعد ذلك يعني نشأت مجموعة الـ20 وكانت تعقد اجتماعاتها على مستوى وزراء المالية ومستوى أيضا محافظي البنوك المركزية.
لكن عندما يعني أيضا حدثت يعني الأزمة المالية العالمية يعني التي كان منشأها الولايات المتحدة في عام 2008، هذا أدى إلى يعني تطور مجموعة العشرين، وتحولت بدل من مجرد آلية تعقد على مستوى وزراء المالية ومستوى محافظي البنوك المركزية إلى قمة مجموعة العشرين تعقد بحضور رؤساء الدول ورؤساء الحكومات لأكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم. أيضا إذا تحدثنا عن مجموعة العشرين نقول أنها يعني تمثل ثلثي سكان العالم، يقطنها ثلثي سكان العالم، وهي أيضا يعني تسيطر على 60% من يعني مساحة العالم الجغرافية. ممكن نقول أن المجموعة العشرين لها يعني تأثيرات واسعة. صحيح صحيح مدام ياسمين، نعم هي يعني لها نفوذ كبير جدا ولها تأثير واسع جدا على مستوى العالم. عقدت مجموعة العشرين حتى الآن يعني 10 قمم سابقة، وتعقد حاليا في الصين يعني القمة 11 أو الدورة 11 لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هانجو الصينية. نعم، وأيضا يعني عقد في أواخر شهر يوليو الماضي بمدينة تشنغدو الصينية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، فما هي أهم القضايا يعني في هذا الاجتماع؟ نعم، خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي عقد في أواخر شهر يوليو الماضي، يعني طبعا كان هناك قضايا بارزة سيطرت على هذا الاجتماع. لعل أبرز هذه القضايا هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثير هذا الخروج على نمو الاقتصاد العالمي ويعني على يعني مسيرة تطور الاقتصاد العالمي، حتى أن صندوق النقد الدولي يعني صرح بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤثر بشكل كبير جدا على نمو الاقتصاد العالمي ويشكل أيضا خطر نزولي كبير جدا على الاقتصاد العالمي. كذلك أيضا من الأشياء الأخرى التي ناقشها وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم هو يعني تحقيق هدف المجموعة الذي كانت قد اتفقت عليه في عام 2013، حيث كانت قادة مجموعة العشرين اتفقوا في عام 2013 إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لزيادة نمو الاقتصاد العالمي بواقع 2% بحلول عام 2018. نعلم أن هذا يعني النمو يعني مقارنة مع سنوات الماضية ليس نمو يعني بنسبة سريعة. نعم صحيح صحيح، يعني نستطيع أن نقول أن العالم تأثر كثيرا بالأزمة المالية التي يعني ضربته، فبعد أن كان الاقتصاد العالمي يحقق معدلات نمو يعني تتجاوز 4% و5% وأيضا 6%، نجد أن هذا يعني النمو تراجع بشكل كبير جدا حتى يعني بات يصل حاليا إلى حوالي 3% في حدود 3%. أيضا من المواضيع التي ناقشها وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم هو كيفية إعادة يعني التوازن والاستقرار إلى نمو الاقتصاد العالمي. نعم. وكيفية يعني تفادي وقوع أي أزمة جديدة مثل الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008. أيضا ناقش وزراء مالية مجموعة العشرين يعني سبل حفظ النمو الاقتصادي العالمي من خلال عدة إجراءات، من أهم هذه الإجراءات التي يعني أبرزها وزراء مالية مجموعة العشرين هو الاستثمار في مجال البنية التحتية. نعم. هذا كان أحد القضايا الهامة يعني التي تمحور حولها نقاش وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم. كذلك أيضا بحث الوزراء يعني سبل دفع نمو التجارة العالمية وتحرير هذه التجارة ومكافحة الحمائية التجارية. أيضا من المواضيع التي ناقشها وزراء المالية هو يعني تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعني سبل توقيع أو يعني صياغة عقود جديدة، عقود دولية جديدة من شأنها أن تحمي حقوق المستثمرين من القطاع الخاص. كذلك أيضا من الأشياء الأخرى التي ناقشها وزراء مالية مجموعة العشرين هو يعني أيضا التنسيق بين سياسات الكلية وسياسات الاقتصاد الكلي وعمليات الإصلاح الهيكلي داخل اقتصادات مجموعة العشرين، وأيضا تنسيق السياسات الضريبية
بين دول مجموعة العشرين، حتى يعني يتجنب دول مجموعة العشرين الممارسات الضريبية يعني الضارة، وأيضا مكافحة عمليات التهرب الضريبي. هذا أيضا بالإضافة إلى يعني قضايا تتعلق بالمناخ يعني ناقشها وزراء مالية مجموعة العشرين، وأيضا ناقشوا يعني أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وسبل يعني تنفيذ أو تحقيق هذه الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للعالم بحلول عام 2030. نعم، وأيضا يعني قبل قليل تحدثت عن الاستثمارات، وأيضا نعلم هذا القضايا المهم جدا في يعني أجندة اجتماع وزراء المالية في يعني شهر يوليو الماضي في مدينة تشنغدو. ففيما يتعلق بدعم النمو العالمي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، فما هي جهود الصين في هذا المجال؟ نعم، مجال البنية التحتية من المجالات يعني القليلة التي حددها صندوق النقد الدولي بأنها يمكن أن تحقق مكاسب إنتاجية كبيرة جدا لكافة دول العالم، سواء كانت هذه الدول من الدول الأقل نموا أو سواء كانت من الدول الناشئة أو حتى إذا كانت من الدول المتقدمة. جهود الصين في يعني الاستثمار في مجال البنية التحتية نستطيع أنها يعني جهود بارزة وواضحة للغاية على مدار يعني السنوات القليلة الماضية. مع تولي القيادة الجديدة في الصين مقاليد الأمور، قامت يعني بإطلاق يعني حملة دبلوماسية اقتصادية جديدة، الهدف منها يعني تعزيز الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل كبير وتعزيز التكامل والتواصل والترابط بين الاقتصاد الصيني والاقتصادات الأخرى حول العالم. فنجد من الخطوات الأولى التي أطلقتها القيادة الصينية هي مبادرة الحزام والطريق، الهدف منها هو تحقيق التكامل ويعني التمازج بين الاقتصاد الصيني والاقتصادات الأخرى الواقعة على طول طريق الحرير بشقيه البري والبحري. وتعزيزا لهذه المبادرة قامت الصين بإنشاء صندوق طريق الحرير. هذا الصندوق الهدف منه بالأساس هو تمويل مشاريع البنية التحتية الموجودة، يعني مشاريع البنية التحتية التي يجب إقامتها على يعني طول طريق الحرير، سواء كان الطريق البري أو الطريق البحري. كذلك أيضا من الأشياء الأخرى التي يعني برزت الصين في تأسيسها خلال يعني الفترة القليلة الماضية هو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. هذا البنك يعني جاء بمبادرة صينية، واستطاعت الصين يعني تأسيس هذا البنك بمشاركة 57 دولة على مستوى العالم. نجد حاليا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يقدم قروض لتمويل مشروعات للبنية التحتية في باكستان وفي بنغلاديش وفي إندونيسيا وفي طاجكستان، يعني مختلف مشاريع البنية التحتية، سواء كانت هذه المشاريع في مجال الطاقة الكهربية أو سواء كانت في مشاريع الطرق والطرق السريعة أو حتى تحديث هذه الطرق أو حتى بناء مساكن للسكان في هذه الدول. كذلك أيضا نجد أيضا هناك شركات صينية يعني متميزة جدا استطاعت خلال الفترة الماضية الخروج للأسواق الدولية، من بين هذه الشركات شركة ساينو ماك. نعم. هذه الشركة شركة متميزة جدا وشركة كبيرة، يعني تعمل الآن في 35 دولة حول العالم، وهي الآن تقوم بتنفيذ مشروعات للطاقة الكهربية سواء في كمبوديا وأيضا في لاوس وفي غيرها من الدول حول العالم. هذا كله يشير إلى الجهود التي تبذلها الصين في مجال الاستثمار في البنية التحتية على مستوى العالم، وهذا لا يعود بالنفع على الشركات الصينية وعلى الاقتصاد الصيني فحسب، بل يعود أيضا بالنفع على اقتصادات هذه الدول التي تقام فيها هذه المشاريع وأيضا الاقتصاد العالمي ككل. أستاذ، عندما نتحدث عن قمة مجموعة العشرين في هذه السنة، عندي سؤال، لماذا وقع اختيار مدينة هانجو لاستضافة قمة مجموعة العشرين في الصين، وما هي يعني أهميتها يعني حسب رأيكم؟ نعم ياسمين، هو طبعا هذا سؤال جميل، لأن طبعا مدينة هانجو تعتبر من المدن الجميلة جدا على يعني مستوى يعني الصين وأيضا على مستوى العالم.
العالم، هي منتجع سياحي كبير جدا يقصده الكثير من السياح من الصين ومن خارج الصين. فالطبيعة الساحرة والجميلة لمدينة هانجو يعني نعم تشجع يعني على إقامة يعني هذا الحدث الكبير جدا في هذا المكان. هناك أيضا ميزة هامة لمدينة هانجو، وهي يعني أن يعني هذه المدينة يعني تتميز بأنها مركز اقتصاد الإنترنت في الصين، لأنها تضم مقر يعني مجموعة شركة علي بابا نعم المتميزة في طبعا مجال التجارة الإلكترونية وهكذا. وأيضا يعني من القضايا الهامة على أجندة مجموعة العشرين هو قضية التنمية المدفوعة بالإبداع والابتكار، فبالتالي يعني اختيار مدينة هانجو لعقد قمة مجموعة العشرين يتناغم يعني بين يعني القضية التنمية المدفوعة بالابتكار، وبين أيضا الطبيعة التي تتميز بها هذه المدينة بأنها اقتصاد الإنترنت وبأنها مقر لأكبر شركة للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم. كذلك أيضا الأهمية التي تكتسبها هذه القمة هي أنها يعني أول قمة لمجموعة العشرين تعقد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعني قادة مجموعة العشرين بحاجة إلى بحث سبل يعني أو تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد العالمي، وتفادي أي تأثيرات سلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصادات مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي ككل. إذا تحدثنا عن يعني الجديد الذي يميز هذه القمة، حرصت الصين على أن تتميز هذه القمة يعني بأشياء جديدة باستضافة الصين لها في مدينة هانجو. أول شيء تتميز به هذه القمة هو أن الصين تحرص على تحويل قمة مجموعة العشرين خلال انعقادها في هانجو من مجرد آلية للتصدي للأزمات إلى آلية لاستباق الأزمات ومنع وقوع الأزمات. كذلك أيضا الصين تريد يعني الارتقاء بمجموعة العشرين إلى منصة لإدارة الاقتصاد العالمي على المدى الطويل. كذلك أيضا من يعني الجديد فيها في هذه القمة أن الصين قدمت يعني خلال أو تقدم خلال هذه القمة يعني خطة للتنمية الإبداعية لاقتصادات مجموعة العشرين. الصين تريد لاقتصادات مجموعة العشرين أن تكون اقتصادات رقمية ترتكز بشكل كبير جدا على المعرفة وعلى التكنولوجيا الجديدة والنظيفة. كذلك أيضا يعني من الجديد أيضا في قمة هانجو، قمة مجموعة العشرين في هانجو، هو أيضا تحديد خطوات لتحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وهذا أيضا من الأشياء يعني الجديدة في هذه القمة. في الماضي كان يعني التحضير لقمة مجموعة العشرين يقتصر على اجتماع وزراء المالية ووزراء وأيضا محافظي البنوك المركزية فقط، لكن خلال هذه القمة يعني أضافت الصين آلية جديدة وهي آلية اجتماع وزراء التجارة لمجموعة العشرين، وهذه الآلية ستستمر بعد ذلك في القمم القادمة. كذلك أيضا من الأشياء الأخرى يعني هو إضافة مجموعات عمل فرعية كثيرة جدا لمجموعة العشرين أو للاجتماعات التحضيرية لمجموعة العشرين. فهناك بيزنس 20 وهي تشير إلى اجتماعات مجموعة أو رجال الأعمال في مجموعة العشرين أو قطاع الأعمال في مجموعة العشرين، وهناك أيضا سيفل سوسايتي 20 وتشير إلى اجتماعات يعني منظمات المجتمع المدني داخل مجموعة العشرين، وهناك أيضا يوث 20 وهي الاجتماعات التي تتعلق بقضايا الشباب داخل مجموعة العشرين، وهناك أيضا ويمن 20 أيضا القضايا المتعلقة بالمرأة، وهناك أيضا ليبر 20 القضايا المتعلقة بالعمالة والتوظيف، وهناك أيضا ثينك تانك 20 وتناقش أيضا يعني قضايا المؤسسات البحثية داخل مجموعة العشرين. كل هذه تعتبر من الأشياء الجديدة التي تميزت بها يعني قمة مجموعة العشرين في هانجو هذا العام. وأيضا نتوقع كل هذه يعني نقاط جديدة في هذه القمة أيضا. وأيضا يعني أستاذ نعلم بالطبع يعني أن السعودية إحدى دول الأعضاء في مجموعة العشرين، كما يصادف هذا العام ذكرى 60 لتأسيس علاقات بين الصين وجمهورية مصر العربية. فقد وجهت الصين دعوة لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين، فما يعني دلالة ذلك؟
العلاقات بين الصين وبين الدول العربية بشكل عام هي علاقات متميزة. نعم. الدول العربية هي سابع أكبر شريك تجاري للصين، وأيضا الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية. حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية يصل حاليا إلى أكثر من 400 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 600 مليار دولار في بحلول عام 2020. أما إذا تحدثنا عن يعني مصر والسعودية، فمصر والسعودية هما جناحا يعني الوطن العربي حاليا. العلاقات بين مصر والصين علاقات وثيقة للغاية. خلال العام الماضي قامت الصين ومصر بتأسيس علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتعتبر مصر هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة شمال أفريقيا، وحجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى حوالي أكثر من 11 مليار دولار أمريكي. فهذا يعكس، هذه الدعوة لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين يعكس عمق يعني العلاقات التاريخية بين الصين ومصر، ويعكس أيضا إدراك القيادة الصينية للدور الذي تلعبه مصر، سواء هذا الدور من الناحية الثقافية أو من الناحية التاريخية أو من الناحية الجغرافية والإقليمية. ويعكس أيضا اهتمام القيادة الصينية بمبادرة الحزام والطريق، لأن مصر تعتبر محطة هامة على يعني طريق الحزام وطريق الحرير القديم كذلك أيضا الجديد أيضا. نعم. كذلك أيضا السعودية تعتبر يعني أيضا من الدول المتميزة جدا في علاقاتها مع الصين. السعودية هي أكبر شريك تجاري للصين في دول الخليج وفي غرب آسيا، وأيضا يعني تعتبر بينها وبين الصين علاقات تبادل كبيرة جدا. التبادلات بين الصين والسعودية تصل حاليا إلى في حدود 76 مليار دولار أمريكي سنويا، وهي أحد الموردين الرئيسيين للنفط يعني بالنسبة للصين. فيعني بشكل عام العلاقات بين يعني الصين وبين العالم العربي هي علاقات متميزة، والصين حريصة على تطوير هذه العلاقات والحفاظ عليها والارتقاء بها في المستقبل. نعم، وأيضا يعني في ظل حالة عدم يقين وتحديات، يعني كيف ترى وضع الاقتصاد الصيني باختصار؟ نعم، هو الاقتصاد الصيني الآن يعني يشهد حالة من الاستقرار، والنمو في الاقتصاد الصيني هو نمو مضطرد، ويأتي في إطار التوقعات وفي إطار المستهدف الذي حددته الحكومة الصينية. نجد أن خلال النصف الأول من هذا العام نما الاقتصاد الصيني بواقع 6.7%، وهو ما يتماشى مع يعني مستهدف الحكومة الصينية بأنه في خلال السنوات الخمسة المقبلة يجب أن يكون الاقتصاد الصيني معدل نمو بين 6.5% إلى 7%، فهذا في إطار مستهدف الحكومة الصينية. إذا نظرنا أيضا إلى البيانات الأخرى سنجد أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى هنا في الصين زادت بنسبة تجاوزت 6%. كذلك أيضا أرباح قطاع تكنولوجيا أيضا تجاوزت 15%. كذلك أيضا على صعيد عملية الهيكلة هنا في الصين نجد أن هناك تراجع في القدرات الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات مثل قطاع الفحم أو قطاع الحديد والصلب وقطاع أيضا بناء السفن والإسمنت وهكذا. فنجد مثلا أن قطاع الإسمنت زاد إنتاجه فقط خلال يعني النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.2% فقط، هذا يشير إلى تحسن في عملية الهيكلة. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى قطاع الخدمات سنجد أنه بات يساهم بشكل أكبر جدا في نمو إجمالي الناتج المحلي للصين. قطاع الخدمات خلال النصف الأول من هذا العام زاد أو بات يمثل 54.1% من إجمالي الناتج المحلي الصيني، بزيادة بنسبة 1.8% مقارنة مع العام الماضي. كل هذا يشير إلى أن الاقتصاد الصيني يعني ينمو بشكل مستقر ومضطرد وفي إطار المسار الذي حددته له الحكومة الصينية للتحول الهيكلي وللحفاظ على النمو ولتحويل هذا الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على التصدير وعلى الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك وعلى الخدمات والتنمية المدفوعة بالابتكار. شكرا جزيلا أستاذ دوسوقي على هذه التعليقات. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.